الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبعد. وحنسوق كبر وقهض لنا شرعي قدلك حيركي دستوركي حكومة كل مية سدي والله شيء إمشى وقبح ذي. سلقوا دور قبوا سمال لو حصل لقوه ودقن كدستوركا شرعي عدا يحيرش هذا كلام. حكومة هذا كل مية ترضى هي صحيح تعتمد. سمال الآن وحي سبد الشيء يضع هيد حرونتها جيس كأفريقيا كوتا على حقوق ذا آدم على قتيح قريو إن اللي بدي سنة حكومة كل مية النقطةي يضع حرونت حقوق الإنسان كسومال اللي أنا أي كوسون تريد إن النقطةي حرونت عذاب الإنسان كدي مركي أي سكان لترتاح حكومة ذا نقول لغة كدستور كي حيرش ذلك إن حكومة ذاني مركي أي ثلاثة ذلك تميد دستور كي ذلك ويا لما يلبي سارتي حير كنا ما يلبي سارتي وحين الله صوب حين حاشيو أي كلي مادين حفيز كودي كل مية وحكم كذلك أي دونيين إن كوما أمران حاشيو وحصل لجوه أرجوسيو أدون أورورسي أمد كلا درد يأرن حمق سيد حير كذلك أي ماشة وقص أرتوي حكوكا إن هشيس كي خاتمة كل مية كل مية هنكهرية ولا جرع أو قروح التيمورية دا سومالي لانها إن يقول هذا نوقا ذات هشيس تشوفين وذا قلة يمشي كسرت تحقلين قارنا لها أو يسكو هين تدلك يدات ككو ويكا هيد فلين تهشيس كاس وحلا بكا حرقة تدك حسانة دلع هذا حل اللي بعنا تهي هذا سياسيين ولا أجا حرقة فوش حماية لغلك عي حل اللي بعنا كور وش عجيبين وين waxa badiba waxba ku waayay goolihii waxay tahay uu ka tirsanaaba waxba ku waayay muddo la haystay qol argagixisaa la galiyay markii damaan sidii neef xoola ay leeyahay barnaanka uu soo baxay waa sharci jabin waxa kamid ah sharci jabinta kale dalka dhacday gudoomiyihii baarlamaanka Soomaaliland oo wada saddexaad ee dalka in loo diido inuu booqdo xildhibaanka xil iyaduna waa gaf sharci oo kale la galay وحقف شرعية هايدو مدح بنان أو حيركو أساساً بارلمان أو صحافة ده. إن نقو حييرو أمر وزير يودو يا هايد أمر محكمة ده نقو حيرو إذن وقف شرعية أو تي فيغا إريال يهريان أي أمر وزير أحران وحيودو نقف شرعية بهدلك لقو سميهي هايدها الدولتها قارهان هيد بليس بعد كور قبتين نيو وسيرة شير شرائط قبت انتو سراكيش عيدك بليس كي ودرجوين كي كل بسند بدي سوي استاتي اياوه لها بري قاعد سوى ويررتان رساستان دو كوري دي سوى تو دبامي هين دو كنا سوى الله باعتني قمي داري وقف كلو شر نيو وسيرو حضل ايا وعيدن كي عمر خاطي قبسانا ينو رساسة اسلاف صدا سجنين كوزير كي مركو حسب وجوابيو أما هول كلو حكومة ذات وكهل ليو جورماي حلال لقطين إن هيد مدح بنانو بليس وضلك يضط كمعارضي محافظ بقولها إنه السياسيين حسب ككل مياه كليو يدنو واقف شرعي أو ماشى يدنو كشرته وعلى ركيس إن وزير كارمها جده وجوابي قدوميا حسب كم شرحي مدحونها وشان كي ملترجية كي بليس كين تزور فريسي horto du ku yoyo tama iyo xisb macaarid u jawaabay yidnu waqf sharci oo kale oo laga galay hay'adaha qalabka sida ee qaranka gaar ahaan police military laba mid umbayna ay kaaneysa inay aanay mar dambe madaxda police iyo military gu aanu ficilada noocaas sharaftooda lagu waxyeelinay ayna aqbalin iyo inay kula socdaano ay ummada u sheegan xubna xisbiyada ka tirsan inay yihiin gaar ahaan xisbiga kulmi وحقف شرعية محمد صديق دمي وحسب قوضاني كاترسان ونوار المحكبة دلوهين ولما عملوق ايو ومحكبة دمركا لكينا ينا ادمودو قف دليل لبع تنقف وعيدا كبليس كايو هبكو دورنا لقو إلى علينا يدنو وقف شرعيوك وحلا أقبالي كرينا ماح
وحكلاقه جف شرعية اللي ما نقر أذكى وآد الحاج لإله دو إنو حرية هاي اللباب بلاط محكبت بالترين الله صار حسانات بلية هاي تطبع دورتي هدي دم باللجوهاي أما محايتي محكبش نحب وحقو لي إن حسانات اللجوه يبين لي يدنو جف شرعية وحجف شرعية إن بندو لجوسور يصدح دقم أو كم إذا جبل كسنة أنا بعرضه كمان أنسى إذا نوقف شرعيه كنت مشاهد شرعيه دستورك كل ميان هذا شو وحد دليله إن دستورك ما الله سكدي wuxuu dareeluhu yahay in lagu xadgudbo xeerashii umadani ay ku heshiisay wuxuu dareeluhu yahay in aan la xakameynin wixii umadu heshiiska ku ahay oo sharciga iyo dhaqanka iyo xeerkii nidaamka dalku dunidu way ogtay umada Soomaaliyana way ogtay in sharciga inta la laalay wax kale dalka uu ka socdo umada Soomaaliyana halban ugu baaqayna koob in nabadgelyadooda ilaashada لبا إني وده شركة ده العشرة يولا التلمذة بحدود صدق إني دعاء استان وإلهي كبر يا كل مياه النوع عند ذلك وجلين ولهي دافيو ووحك خير بدن وكقي مبدن له وبدن أدي أتبدو مع سنتي محمد صديق لما يروح قري بندوق الجبل كا ويعيد بقى هذا الشيء ومن الصومال لما بقى هذا الشيء النجا كا هذا الله حرام بوه شرع بوه هنتو فيسبوك وكو قري وين أمضى داسي أين أقبلين بندوق عسه ما حكبرنا مركز لكن يوم تسيدو قف أرجع حساب يوم لبعتن قف دليل عمدة خرحيه كلا الله رانا قمة دتك سراكي شيء لجيسي كجرم خلكي سي سيره هذا لجيسنا عمدة كموادينين ثانا وحلوه براسي أنش حكب حسن qodobka saddexaad ee waran lagu ma soo qaban qodobka afraad anaga wax isbiyaana nadeema ogeysiin xarigiisa qodobka shanaad hadii dambi lagu hayo deyn muddo dhaaf ay noqoto xarigiisa oo laba bilood ku jira maxkamad oo shalay maanta la keeno iyadana ma rufine taas waa ta maxay ta bahashi maxamed sadiq iyo imi kana hadii xurriyadiisu loo soo celin waayo oo daliila ciidda ka badan oo shalay tola gar looyaradiisu ay ku difaaceen ay maxkamaddu iska inta tirto waxaanu arkayna maxkamaddu inay tahay silad uu ku adeegto xisbiga kulbiye hadii ay cadaalada fashana in maxkamad dhaxan noqonayso tan kale ay ku tacaluuqda bandooga la soo rogay mid qeyr sharci ah waana tii la laalay baarlamaankuna diiday xisbiyaduna ka hadleen waxaan laga talagelin oo laga fikirin baynahay waxa dalka lagu xukumayaa waa afar qodob waa argoosi adun urursi ummad kala dirid iyo arab xum horan oo rusha waxa ay arrimo badan ka dhashay ee lagu ee Soomaaliland xulaheeda sumada Soomaaliya in lagu dhigo ay soo baxay wa mas'uuliyad iyo fashil xukuumadeed oo wasaaraduhu xil saarnaa iyo xukuumadda talada haysa ay ku fashilantay weey barri waxa ka difaacay Mas'uud Babirkaal wardoorashada xisbiga wadani ku jirno dalka ka dhacaysa ma jirtay taa qabshir waxana waa qulun qaraar ay walaaqanayaan nimanka waana mas'uuliyadda doorashada cid ay saaran tahay waa ninka marba talada dalka haya waa fashil baa taa waa sharci tibinta dalka ka dhacday ka mid tahay in goolayaashi deegaanku aanu sharci maanta ku fadhiin dalka lixda gobolba lama kala dirin muddo kordhin loo ma sameeyo
نظام بلا يكون فرديان نمك دلك هاي ستين ويدية بريجنا ويدية.